رز المسالة 4 أكواب رز بسمتي مسلوق، بصلي مفرومة، ملعقة معجون الثوم والزنجبيل، كوب بازيلا وجزر، نصف كوب بندورة مفرومة، فلفل أخضر حار، بابريكا حارة، كمون، كزبرة، كركم، كاري، ملح وفلفل. أوكي، أضفنا هون بصل مع السمنة. الآن راح أضيف السمنة. الوصفة اللي ما لقيته مبارح إلها يا أخي بتشبه ريحة جدة للواحد. ريحة السمنة بتشبه ريحة دار جدك مثلا. والله عرفت. والله الخير خير الخير، ولسه الخير موجود يا سمير إن شاء الله. طيب زنجبيل وثوم. الآن بدي أضيف مجموعة من البهارات: الكمون، فلفل أخضر حار، كزبرة، فلفل أسود، حرك هيل، بابريكا حارة، فلفل أحمر حار. يا الله يا الرز كيف راح يطلع هذا. طبعا كركم، نفس بهارات الدجاج بس أضفنا عليهم هالقطايب. وآخر شيء راح أضيف عليه صلصة البندورة، حبتين بندورة هيك فارمهن على الخلاط، خلاط صونة. هاي كمان شوية من الكزبرة. أيوة أيوة أبو سمرة، شو صار معك؟ صار عندي ريحة بتشهي. أيوة. وصلصة بتشهي. أيوة يا الآن الله. يا الله. عندي رز بسمتي مسلوق. شي رهيب يا والله رهيب. رايح أجيب جزر من أشتال مبروش، اشتري راحة البال. رايحين نضيفه وين؟ على هالرز يا سمير. حرك يا سمير، حرك، حوس 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 يا أبو سمرة، حوس يا أخي. الجزر كان مفعوله ضعيف برمضان. ليش؟ ما بيأثرش بالوقت، بضلك متنح. بالضبط معك الفيلم ها؟ لا ما مش ضابط، بضلك متنح، بضلك هيك معصب. طيب الآن أوقف الضخ يا سمير. احنا ما حطينا ملح صح يا سمير؟ ملح لا ما حطينا. ما حطينا. ترى والله اخوك انه يعني الواحد بيني بينك خطير. بدي اضيف شويه من مرقة الدجاج. مرق الدجاج وبعدين خلص هاي اضيف الارز. هون الرز عندي مسلوق زي ما زي ما زي ما حكى امبارح، رز مشخول. رز مشخول. رز ايش؟ مشخول. كيف يعني؟ يعني مشخول انا بحكي مش مشغول. يعني مسلوق وشخل وشخل من الطنجرة. أوكي. نضيفه وين؟ يسموه رز مشخول. نعم. حلو. تمام. عم بضل استنى. يا زلمة. أرفع كفكير كفكير. من بدأ السلافة هاي؟ يا زلمة. روح يا زلمة. بس طالع روح يلا.